النهاية ما خلصت الدنيا، أنا بحب صوتي وحضن يحبه. بدنا نطلع. مساء الخير، شو اسمك؟ شيرين أبو سعد. يا أهلا بشيرين. شيرين أنت عارفة، أكيد عارفة صوتك حلو وراح تدلع علينا كثير، حتى تختاري راح تخلينا ننتظر. أنا كنت حاب أسمعك للآخر بصراحة، لأن صوتك كثير حلو، كنت مبسوط. بعدين كنت أحكي مع نفسي، قلت مستحيل هذا الصوت ملف للكرسي، لأن إحنا The Voice أحلى صوت، محتاجين الأصوات الحلوة اللي مثلك تكون على هذا المسرح. وما شاء الله لما لفيت شفتك بعد انت جميله. شكرا. ما احلاكي، ضحكتك حلوه. يعني لما تختاري اعرفي كيف اختاري. راح اضلني عم بطلع فيك. اوكي. ما راح اشيل عيني. يعني بتشوفي بنانسي هالعيون الزرق الحلوه وهالشعر هذا الله الله، هذا كله تركيهم تركيهم. وشوفينا بدنا احنا المساكين اللي جالسين انا و غلب غلب والله. لا انت كمان معه ضدي؟ لا الان، لان انت شفت، لان شفتك تشوفي لها هيك تعملي لها بعيونك وهذا. انا حبيتك اكثر شيء لانه كثير عم تعرفي وين تعملي عرب وين ما تعملي شيء. احساسك وصوتك كثير بفوتوا على القلب بسرعه، كثير كثير. ميرسي. اسمك ايه؟ شيرين. 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 طيب تامر وشيرين. واضحه يعني. شيرين احساسك حلو وانا مبسوط، وانا بقول لك ان احساسك مميز وصوتك دافي وراح يقول لك تعالي مثلي معايا في فيلم. ما فيش افلام، اعتزلت السينما خلاص. يعني احنا كلنا نتشرف ان انت تختاري حد فينا، بس يعني هبقى انا علي كده شوي. اختاري حبيبتي، ما حد ياثر عليكي. ها حتموتنا الان، حتشوف. بختار شفتي رح تعمل فينا، شفتي هي عارفه مين بدها تختار. أيه. اصلا بختار كاظم. حبيبتي. بعد منافسة قوية مع نانسي وتامر، تمكن كاظم باستراتيجيته المعتمدة من ضم الموهبة الأولى لفريقه بهالحلقة. شفتي هيك عملت لها أنا.
اختارتني على طول. احساسها حلوه، احساسها روعه، احساسها موت.